لانه قبل ما اطلع على المسرح على طول انا بحضر جسمي، بحضر جسمي حتى بالايام العاديه لحتى ابقى على طول حاضره اني اطلع على المسرح. على المسرح انا على طول بشتغل حوالي ساعتين، ولحتى اقدر ضاين ساعتين لازم يكون الجسم حاضر يقدر يتحمل ضغط، لانه ضغط المسرح حتى غير ضغط التمرين. ولحتى نحافظ على عضلاتنا ولحتى بنفس الوقت ما يصير في اي اذيه للعضل لازم العضل يحمى، وهذا شيء مفروض كل رائس محترف يعمله، والا بيكون عم ياذي نفسه وعم ياذي مستقبله، لانه مستقبل الرائس ورسماله هو جسمه. هلا عم فرجيكم بعض الحركات اللي انا بشتغلها والحركات الخفيفه اكيد، وبعدين انتقل اكثر وبأشياء من الايام بشرح لكم اكثر عن كل حركه عم بشتغلها شو بتفيد الرقص وشو بتفيد الحركات الرقصه للرقص الشرقي، لانه الرقص الشرقي له طريقه خاصه فيه، لانه كل حركه بدنا نستعمل فيها عضل يمكن ما ننتبه له بيكون كتير اساسي بالحركه. ان شاء الله بعد هيدا الديفيدي بيكون لنا ديفيدي تاني بنشتغل عليه، بحضر بشكل انه اعلمكم كيف تحضروا جسمكم وشو تستعملوا، حتى وضعيه الايدين، مثلا الايد منا هيك، الايد هيك، ليش؟ لانه في لها سبب. لكن هلا نحن مش بوارد نحكي بهالموضوع، نبقى نشرح الاشياء بتفاصيلها بعدين. Thank you.
خليكم معي، انا رح اخبركم شوي من اسرار المهنه، اسرار مهنه الرقص، يعني اول على اخر بدي اخبركم اياهم، بس هلا بعطيكم شوي. يعني الرقص الشرقي في كثير ما بيقدروا يميزوا او يعرفوا شو الفرق بين الرقص الشرقي، رقص الفلكلوري المصري، صعيدي من فلاحي من بلدي، او حتى دبكه بين دبكه لبنانيه او دبكه مش لبنانيه، او رقص بدوي او غيرها، كل هيدا له تقنيات كثير صغيره وخاصه فيه. من الرقص اللي موجود بالسيدي هو رقصة المراكشي، اوكي؟ رقصة المراكشي في حركة على الإيقاع نشتغل عليها وهي هي. هالحركة بالشكل العام بتشوفوها كثير بالرقص الشرقي وبشتغلها أنا بهالطريقة. بالشكل العام كنظرة بتشوفوها هي ذاتها، لكن مختلفة كثير بيناتهم، وإذا بدنا نرقص هيدي الخطوة هي ذاتها. الشرقي على المغربي بتطلع غلط، وإذا بدنا نرقص الرقص المغربي على الشرقي بيطلع غلط، والفرق بيناتهم هو الإيقاع والري. عادة بالرقص المراكشي الخطوة بتكون لجوا، بينما بالرقص الشرقي الخطوة لبرا. والإيقاع المشغول بالرقصة المراكشي هو اسمه الملوف، وعلى وزنه 6/8. أما الإيقاع اللي بنستعمله بالرقص الشرقي هو اسمه المقسوم، واللي هو 4/4، أو أكثر شيء بالعادة بنستعمل اللف اللي هو 2/4. بالديفيدي كمان بنشوف الرقص الارمني من بلاد ارمينيا، فيها رقصتين، رقصة النزبار والخوتشاريبار. النزبار هي رقصة النواعم ورقص النساء، اما الخوتشاريبار هي رقصة الشجعان اي الرجال. بنشوف في رقصة النزبار بعض الشبه بالرقص الارمني ما بين الرقص الشرقي والرقص الايراني، ومن هون بنشوف تداخل حضارات الشعوب مع بعضها بالمنطقة جغرافيا وكمان كشعوب كيف تداخلت حضاراتها. بنشوف مثلا عندنا حركة الإيدين يمكن بعيدة شوي، لكن فيها من نعومة الرقص الشرقي، وعندهم كثير كمان على الحركات هيدي. وبنشوف كمان مثلا البرمة اللي هي جدا أنثوية وجدا جميلة، وعندهم هالحركات السلسة واللي مشهورة فيها المرأة الأرمنية. بتشوفوا أنواع رقص شرقي وفولكلوري متعددة، منا الرقص الشرقي التعبيري الكلاسيكي، منا الرقص الشرقي التاريخي، الرقص البلدي، والرقص المنوع بين صعيدي وبلدي والى اخره، اضافه لسولو الايقاعات اللي معودين نشوفوه كسولو طبلي، لكن هو سولو طبول. اذا انا بدي احكي عن الخصر، حركه وحده ممكن اعملها انا هلا، تقنياتها واحدة تختلف بشكل كتير بسيط وصغير، منسميه الأكسون إذا بدكم، أو اللهجة أو اللكنة، وهي اللي بتفرق بين خطوة وخطوة. بتصير رقص شرقي بتصير رقص صعيدي، بتصير رقص فلاحي، بتصير رقص بلدي. إذا بدنا نبلش نشتغل بلا الخصر، أوكي؟ عنا تقنيا هالحركة اللي كتير بتشوفوها قبل، 1/2 هيدي 1/2/3/4 كلنا بنشتغلها. إذا بدنا نشتغلها بهالشكل 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 بتصير قريبة من الفولكلور المصري. فينا نعتبر إنه ممكن تكون
فلاحي فينا نعتبر انه ممكن تكون بلدي. البلدي كمان بتصير فينا كمان تكون 1 2 3 4 1. بتصير على اسرع بحسب ما الريتم يكون سريع. هيدا بالرقص البلدي كمان. ونفس التقنية تقريبا إذا بدنا نفوت بالصعيدي، الصعيدي بتصير الحركة أبطأ وتعبيره عن الإيقاع أقوى، يعني حركة الضم بالريتم الصعيدي بارزة أكثر، مشان هيك الضم بالخصر بده يكون بارز أكثر. بدنا نشتغل بهالشكل بتطلع وتنزل أكثر، أو بتنزل ونطلع، بننزل ونطلع، وهيدي كمان بتنزل وبتطلع. أما إذا بدنا ناخذها على الشرقي بتصير الحركة أنعم، ومش ممكن تكون الحركة الشرقية اللي هو فولكلور شرق أوسطي يكون خاص مثلا بالفولكلور المصري، وبتصير الحركة بهالشكل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4.